صباح الخير. باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية لكل قلم بيرشد وما بيضلل، تحية لكل قلم بيقاوم وما بيستسلم، وتحية لكل قلم حبره بعده عم ينبت حرية. بحلقة على الموعد لليوم، عمال لبنان بعيدن غابت البهجة وحضرت الأزمة، وعيدتهم الدولة اللبنانية برفع الدولار الجمركي للتسعين ألف ليرة. فكل عيد وعمال لبنان بألف خير. لبنان بيستأنف التمويل العقاري بغضون أشهر قليلة لتشجيع الشباب اللبنانيين على استملاك شقق سكنية بين الريف وبين المدينة. سائقو العمومة بيقطعوا الطريق أمام تمثال المغترب احتجاجا على التطبيقات الإلكترونية للتنقل اللي بنظرهم عم بتأثر على لقمة عيشهم، فشو هو الحل؟ تحرك رمزي لمربيي النحل بجبيل والبترون، لا لاستباحة أراضينا وسرقة محاصيلنا. انطلاق موسم أعراس 2023، الأسعار بالدولار والحجوزات نار، والله يتمم فرحة العرسان على خير. وزارة الطاقة والمياه بتصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر نيسان 2023، فالله يعينك يا لبناني. ارتفاع حالات تعنيف الأطفال والأرقام صادمة، دقيقة صمت على أحلامه. حقق طلاب لبنان بمعظم المدارس والمراكز التربوية رقم قياسي وعالمي جديد. أما ضيوفنا مشاهدينا لليوم، رح نبلشها مع ضيفي الأول السيد شادي ريا، اللي رح يخبرنا عن رحلته الموسيقية ومشواره الفني الطبيب. ضيفي الثاني مشاهدينا هو الأستاذ سميح جابر، اللي رح يخبرنا عن مؤتمر الروبوت ARC اللي عم بيتم أو اللي بده يتم بمقر الجامعة اللبنانية، وطبعا بحضور مدير الجامعة اللبنانية. واكيد رح نتابع مع فقراتنا مشاهدينا، ورح يكون معنا بالفقره التاليه المحامي لساعون، عضو بالهيئه الاداريه بجمعيه اليازا لبنان، يازا فور رود سيفتي، تنحكي معه اكثر عن انعكاسات الفراغ المؤسساتي والدستوري الواقع اليوم على السلامه المروريه. وباخر فقره لنا رح يكون معنا الفنان التشكيلي ومهندس الديكور توفيق ملحم، تنضوي معه اكثر على معرض ذا هيومن كونديشن. بدي اطلب من المشاهدين انه تنضموا لنا وتتابعونا، على امل انه نقضي وقت ممتع معنا، وطبعا بفقراتنا اللاحقه اللي بتعرض صور تفصيليه لابرز الاحداث واهم الضيوف. تابعونا مشاهدينا بعد البريك.